ونرنمه للرب. كنيستي 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 ويطلع يقولوا هي بيتي وبيتي هي امي. هم بيلحنوا لنفسهم. يعني ايه الفرق بين الترانيم الشرقيه والقديمه والترانيم اللي بنسمعها دلوقتي في هو طبعا القديم بيبقى شرقي اكتر زي ما قلنا كنا بنتكلم اللي هو الربع تون. ايه الترنيمه اللي اثرت فيكي او لو كان في لحن معين اثر فيكي؟ يا سائح للقاء يسوع عليه همك. كنت بشوفهم بقى بيرنموا كده فبقيت اتقص عليهم واسمع كده. الهوس نفسه معناها تسبحه او كلام بيؤدى بترنيم. طب ومين اللي علم مين بقى؟ انت علمتيه ولا هو علمك؟ احنا اتقابلنا في الكورال مع بعض، كنا في كورال واحد وتعرفنا على بعض. يا اجمل هديه من السماوات. بديتي ترنمي من سن كام تقريبا؟ ابتديت من ابتدائي يعني 5 6 سنين 9 10 سنين. جايبه كاريوكي ماشين كده ساعات اشغل. داود النبي نفسه كان بيضرب مزمار. ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها عليه. ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها عليه. المشاهدين انتظرونا في برنامجكم الجديد رنموا للرب.